يتوافد المواطنون على شاذر السلع الغذائية في دمياط لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 25%، وذلك في إطار مبادرة خفض الأسعار. يشارك في هذا الشاذر بدمياط 12 عارضاً قاموا بتوفير جميع السلع والتي تضمنت مواد غذائية وبقوليات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة. مبادرة رئيس الوزراء السنة دي يعني يعتبر مبادرة جيدة جدا، وبتشمل على نسب خصم 20 ل 30%. طبعا المعرض بيشتمل على أقسام البقوليات طبعا بجميع أنواعها موجودة، سواء العدس أو الرز الدقيق، كل ده موجود وبوفرة. طبعا موجود تاني اللي هو الفراخ، يعني أسعار الفراخ بشكل كويس جدا، أسعارها تتراوح تخفيضها من 20 ل 30% برضو في المية. موجود البيض اللي يعني بشكل كويس جدا، حتى السكر موجود بسعر 27 جنيه ضمن مبادرة رأس الوزراء. عندنا هنا الأسعار مخفضة جدا، زي مثلا المكرونة 18 جنيه و19 جنيه بدل 22 جنيه و20 جنيه. السكر عندنا هنا 27 جنيه بدل 37 جنيه. عندنا البقوليات برضو مثلا العدس 40 جنيه بدل 44 جنيه. عندنا الفول ب 35 جنيه بدل 40 جنيه. كل البقوليات أسعارها مخفضة. بسم الله ما شاء الله، سوق في متناول الجميع، وسوق بيستنفع منه الغني والفقير والفقير قبل الغني، وكل حاجه مدعمه. حتى انا جايب سكر وانا جايب 27 جنيه. في معرض تخفيض الاسعار هنا انا شايفه ان السكر بره ب 45 جنيه انا جايباه من هنا ب 27 جنيه وحلو جدا، والسكر نضيف جدا. بالنسبه للرز برده الرز نضيف جدا، جايباه هنا برده يعني جايبه شكارتين، الشكاره 10 كيلو ب 23 جنيه، الشكاره سعر الكيلو ب 23 جنيه، بره الكيلو واصل ل 27 واصل ل 28، فالاسعار هنا حلوه جدا.